بداية الحلقة عايزين احنا نعرف مفهوم التكاليف الصناعية والمستهدفة لنوضحها للسيد المشاهد، تفضل. طيب، بسم الله. التكاليف الصناعية هي طبعا الصناعة فيها أجزاء كثيرة، أو بسموها الصناعة التجميعية، بتكون في أجزاء بتتجمع مع بعضها البعض، وأي جزء عنده تكاليف معينة، فربط التكاليف دي بسمى التكلفة الكلية. التكلفة الكلية دي بنتج منها سعر المنتج. فسابقا الناس كانت شغالة بالتكاليف التقليدية. التكاليف التقليدية انت بتصرف اول وبتجمع كل تكلفتك وبتطلع المنتج بقيمة نهائية وبتضع عليه هامش الربح ده. فهامش الربح ده اللي انت بتخش به السوق. فالسوق في فترة من الفترات بقت في منافسة، صحيح، فالناس التجأت لأساليب أخرى على أساس المنافسة دي يقدروا يخشوا السوق كلهم مع بعض، ما في حد يطلع، لأنه أي إنسان سعره يكون عالي الناس ما بتشتري منتجاته. صحيح فعلا. فكيف يخفضوا التكاليف؟ فكان في أمريكا في حاجة اسمها هندسة القيمة، اللي هم بيهتموا بالناتج النهائي. الناتج النهائي كيف يطلع الناتج النهائي مقبول في السوق. فاليابان أخذت التجربة دي وطورتها لأسلوب، أسلوب كامل سمته أسلوب التكاليف المستهدفة. يعني بقت في تكلفة مستهدفة، يعني إيه؟ هم بيضعوا السعر قبل الإنتاج، مش بينتجوا وبيصرفوا وكذا، هم بيضعوا السعر أولا، سعر السوق، يعني بيعملوا مسح كامل عن السوق وبيشوفوا المنتجات أسعاره. طبعا ما بخدوا السعر، يعني بخدوا سعر تغريبي للمنتج،